الله السميع العليم الذي يسر لنا سبل كسب المعرفة والصلاة والسلام على من ورثنا علما وبينات من الهدى. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على العمل بما علمتنا وتفتح لنا أبواب السداد إلى وتهدينا إلى سبل الرشاد. نرحب بالحضور الكريم نساء ورجال ونشكر كل من ساهم معنا في إعداد هذا الحفل الكريم من قريب أو بعيد، ونشكر السلطات المحلية على الترخيص لنا بالقيام بهذا الحفل بمناسبة ذكرى خير وأكرم إنسان عرفته البشرية. ونرحب بالسيد سيد إمام المسجد الحسن الثاني سي عبد الرحمن والسيد مصطفى بودخيل إمام مدرسة أبو بكر الصديق والإخوان فرقة الإنشاد التي ستتحفون بعد الأناشيد في هذا اليوم الكريم. ونشكر جميع سكان حي النخلة على الخصوص وقدمنا دعاوي لكل مسؤولين وكل أعضاء وكل بغينا نوحدوا واحد الرؤية نتاع الأحياء. طلبنا دعينا الناس الكاريان الحرية مع الأحجار وكذا باش تكون واحد الوحدة واحد الرؤية واحد التسامح واحد التواصل بالمناسبة وصلة الرحم. ونشكر كل من ساهم معنا بقريب أو بعيد، والسلام عليكم ورحمة الله.